دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلى اجتماع في قصر قرطاج بحضور ممثلين عن أحزاب الائتلاف الحاكم. هذا وجرى خلال اللقاء تفاوض في زيادة الأجور التي يطالب بها الاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة إلى تدارس الوضع الصعب الذي تمر به البلاد على أكثر من صعيد. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من تونس أميرة مهذب مراسلة التلفزيون العربي. أميرة، ما هي أبرز مخرجات هذا الاجتماع وهل تم التوصل إلى توافق نوعا ما؟ نعم رولا، هذا الاجتماع يعني في الحقيقة دق فيه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ناقوس الخطر بقوله في بداية الاجتماع أن تونس تعيش وضعا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا صعبا وسيئا وربما يحول نحو الأسوأ. هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه منذ انقطاع مفاوضات وثيقة قرطاج 2، هذا الاجتماع جمع فيه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي كل من رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن كتل حزبية مؤثرة في البلاد لتدارس الوضع الحالي المتأزم الذي شمل أكثر من صعيد كما ذكرتم. يعني نتحدث عن الوضع الاقتصادي المتأزم الذي بلغ فيه العجز يعني أعتى مستوياته وكما ارتفاع التضخم وضعف المقدرة الشرائية. في نهاية المطاف أن الاجتماع يعني لم يتوصل فيه أو لم ينقل فيه الرئيس يعني فحوى المفاوضات، بل أرجى إلى مفاوضات ربما تعقد في اجتماع قادم الأسبوع القادم، وهذا ما يحيلنا على شهر أو بداية سنة ربما تكون حاسمة، خاصة وأن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قاد عدة احتجاجات ماضية يعني نقلت الاحتقان الشعبي ونقلت الاحتقان في موظفي القطاع العمومي الذين يطالبون بالزيادة في الأجور والتي تختلف من حولها رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. رئيس التونسي باجي قايد السبسي قال في نهاية الاجتماع أنه ربما أو يدعو إلى ضرورة عقد اجتماع آخر في الأسبوع يعني القادم. يعني لم يستطع الرئيس التونسي خلال هذا الاجتماع أن يعني يثني اتحاد الشغل عن الإضراب المقرر أو يقدم له ما يجعله يتراجع عن هذا الإضراب المقرر في منتصف الشهر المقبل؟ رولا، في الحقيقة الرئيس التونسي باجي قايد السبسي ظهر هنا يعني كربما كرمز بما يسمح له الدستور في رأب صعب الصدع عفوا بين الفرقاء السياسيين قائلا أو ربما يعني حمل المسؤولية للاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة التونسية بإيجاد الحلول يعني ربما التي ستسفر عنها الاجتماع القادم، لكن ربما لا يثني ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ما زال مقررا إلى الآن ولم يصدر أي بيان في شأن الإضراب، إضراب 17 من الشهر المقبل. شكرا لك أميرة مهذب مراسلة التلفزيون العربي من تونس. ونتابع بعد الفاصل. غزة جمعة جديدة من مسيرات العودة.